على نقيض كاومبا، مو خوينا حق العام وقبل العام وقبل ورونا ارقامه حقت وش موجود يعني مره ثانيه. انا اعتقد ان العمر يلا دور وليد، العمر ام اسلوب اللعب؟ يبقى العمر يلا دور، انا اكيد الاسلوب، ولكن نفس الشيء اللاعب عمر اللاعب وعطائه في عمر لاعب، في لاعب ب 37 بيجيبوه ب 2 مليار والناس بغض النظر عن الاسم هذا. انا اشوف انه التعاون هو نفسه، واحنا تكلمنا عنه امس علي، انه هو حب يعني يقدم مباراه وبعدها يختفي. صحيح، يقدم مباراه وهذا للاسف ينطبق، يعني رغم انه احنا حنطلع شويه خارج عن الاهلي الان اللي بيقدم، حنجيلك اللي بيقدم الان في الدرجه، لا حقيقي يعني الجماهير ما بتطمن انه الفريق بيقدم مستويات كبيره. اكيد توامبا مختفي، واكيد زي ما قال علي، اكيد انا ترى مو عن شيء، اكيد العمر لي دور، بس انا اتكلم انه احنا عندنا المشكله الفكر انه اللاعب هذا في الدوري السعودي عمره، لكن لو جاء من برا لو عمره 70 سنه يلعب عادي. لا، اهداف توامبا اخر 5 مواسم، الموسم هذا بعد 10 مباريات هدفين، الموسم الماضي 18، اللي قبله 13، اللي قبله 3 اعتقد كان وقته مصاب، واللي قبل اول موسم له قبل 5 مواسم 21.